جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إبراهيم حفظه الله، إنه قد حذر بعض الإخوة من كتب الحزبيين، منها كتب سيد قطب، واستدل بعمل أبي زرعة في التحذير من كتب الحارث المحاسبي، فقال بعضهم لا يجوز أن ينزل هذا على هذا، لأن بدع المتقدمين كانت أكبر من هذه التي في عصرنا هذا، مع أن الإمام أبا زرعة يقول حذر من كتب المحاسب ويترد على هذا الكلام بالكلام، فهل هذا هو الراجح؟ يعني أنا أظن العكس هو الصحيح، أنه لا يقارن ما عند المحاسب من مخالفات مع ما هو موجود في كتب سيد قطب. فالمحاسب أخذ عليه أنه كان يعرض الرد ويرد عليه، وكان السلف يخشون من انتشار الأقوال المبتدعة في الناس. أما ما هو موجود في كتب سيد قطب من الأمور المنكرة العظيمة التي ذكرها أهل العلم وحذروا منها وبينوها أمر معلوم، وبعضها من بدع الرافضة وبعضها من بدع الجهمية، فكيف يقال أن هذه الأمور لا تصل إلى ذلك الحد؟ ولو أن قول القائل هذا صحيح فلا يلزم من التحذير من كتب البدع أن تكون هذه البدع في خطرها كتلك، فالبدع يجب التحذير منها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع أن هذا غير مسلم كما ذكرت. وكل كتاب مبتدع تضرر الناس به وأفسد عقائد الناس فإنه يجب على أهل العلم أن يحذروا منه، خصوصا إن كان هذا معظما مقدما في أتباعه، فيجب على أهل العلم، وهذا من النص لله ولرسوله ولدين الله عز وجل. وأهل العلم قالوا أنه لا يتكلم في الأموات إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون للمتكلم فيه أتباع ينشرون علمه أو كتب تتداول بين الناس، ولسيد قطب الأمران الأتباع وهم كثر، وله كتب منتشرة في الناس. ونحن والله لا نحكم على سيد قطب أنه في النار، ولا نتألى على الله عز وجل في حكم من أحكام الآخرة، لكن نعلم بما نعرف من شرع الله أن هذه الكتب مناقضة في كثير من المسائل في باب العقيدة وغيرها لأصول الدين. فعلى العاقل أن يتق الله عز وجل طالب العلم، لا يأخذ الأمور على عواهنها، يقرأ عقيدة أهل السنة ويقرأ ما في هذه الكتب، الأمور ما تحتاج إلى نزاع. وأن تتنازع الأمة في مسألة ظاهرة مثل الشمس، يعني هذه الكتب موجودة وهذه عقيدة أهل السنة موجودة، هل تعرفون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورميهم بالتقصير والنفاق؟ هذا من عقيدة أهل السنة، من عقائد أهل البدع، تأويل الصفات، تحريف النصوص، تفسير النصوص بالآراء البعيدة عن كل نص وعن كل لغة وعن كل منهج شرعي في هذا الباب، هل هذا من الدين؟ ينبغي لحقيقة لأهل العلم ولطلاب العلم أن يكونوا على تجرد في معرفة الحق، ونحن والله لا نقلد أحدا في أمر نعلم الحق فيه، وأما ما يخفى علينا فالمرجع فيه لأهل العلم.